السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله هنجهز مع بعض النهاردة حلقة توست بالكريم كراميل، حلقة لذيذ جدا، طريقته سهلة وبسيطة وعلى البارد، مكوناته بسيطة دايما متوفرة عندنا في البيت. اتمنى تجربوه ان شاء الله هيعجبكم جدا. دي المقادير اللي هنحتاجها في الوصفة، عندي الحليب وخبز التوست وبودرة الكريم شانتيه مع الكريم كراميل. خبز التوست بيبقى نوعين، سواء النوع العادي لو كان ابيض او بر بنوع البريوش. لو هنستخدم التوست في الحلويات افضل نوع هو نوع البريوش، بيبقى طعمه تحفة جدا خاصة في الحلى، بيبقى فيه نسبة زبدة اكتر وطعمه اقرب للكرواسون، فبيديني طعم احلى بكتير في الوصفة من استخدام الخبز العادي. ده عندي البريوش بيبقى دايما بالحجم ده، وده الخبز العادي، فالافضل دايما ان احنا نستخدم البريوش في الحلى بدل من التوست العادي، بيبقى طعمه اطيب بكتير. اول حاجة هنبدأ نقص الاطراف، الاطراف دي بعد كده بحمصها في القلاية او في الفرن، بضيف عليها زيت زيتون وحبة البركة والسمسم والزعتر وبتحمصيها، وبتبقى سناك حلو جدا مع الفطار او مع الشاي، او لو حابة تطحنيه كبقسماط، لكن البريوش بيبقى مسكر شوية، فانا بفضل ان انا احمصه كسناك بدل من المقسماط. بعد كده بنرص في صينية، ده عندي صينية مقاس 18. هنبدأ نجهز خليط الكريم كراميل، عندي 2.5 كوباية من الحليب، هضيف عليهم باكت الكريم كراميل، الباكت ده وزنه 575 جرام. هقلبهم الأول كويس على البارد، وبعد كده على البوتاجاز هقلب باستمرار لحد ما يغلي معايا. عندي هنا بعد ما خلاص بدأ يغلي هبدأ اسقي بيه التوست، هضيف كده الأول نص الكمية وهستنى لحد ما يتشربه، وبعد كده هضيف باقي الكمية. ده عندي هنا قطع من الخبز التوست البني هنشيلها، وبعد كده هضيف باقي الكمية. الافضل كمان ان انت تقطعيه مكعبات صغيرة، هيتشرب الكراميل وهيبقى اطيب بكتير ما بتستخدمي التوست كامل كده، يعني كل ما يبقى متقطع قطع صغيرة اكتر بيتغلف اكتر بالكريم كراميل وبيدوب كده مع الكريم كراميل وبيبقى طعمه اطيب بكتير. انا بعد ما غطيته حطيته في التلاجة لمدة نص ساعة، وبعد كده هنجهز الكريم شانتيه. ده نوع الكريم شانتيه اللي انا بستخدمه، لو مش متوفر السايب بستخدم النوع ده، بيبقى اقرب للسايب، لكن بصراحة الباكتات الصغيرة اللي بتتباع في المولات انا مش بحبها دايما، مش بتبقى متماسكة ومش بتدي نتيجة كويسة زي الانواع التانية زي السايب او زي النوع ده. النوع ده الكيس كيلو حوالي كان ب20 ريال. انا عندي هنا خدت 2 كوباية من بودرة الكريم شانتيه مع 2 كوباية من الحليب البارد، وبعد كده هستخدم القمع او الاكياس القمع، وهنبدأ نضيف الكريمة على وش التوست. لو حابة تضيفي مع الكريم شانتيه حليب مكثف او قشطة، لكن بصراحة انا بحاول دايما في الوصفة ان يبقى طعمها حلو بقدر الامكان، ما تبقاش دسمة زيادة او ما يبقاش فيها سعرات حرارية عالية، هي بالكريمة بس بيبقى طعمها حلو جدا. هبدأ ازينها، لو حابة تحطيها بالشكل العادي او تزينيها على شكل وردات. وعلى الوش التزيين حسب الرغبة، لو حابة تضيفي مكسرات او جوز هند، انا هستخدم صوص الكراميل اللي بيبقى جاي مع علبة الكريم كراميل، وهضيف منه خطوط على الوش. وده عندي الحلى بقى جاهز، بتحطيه في التلاجة نص ساعة وبيبقى جاهز للتقديم، رهيب جدا، وخاصة لو قطعتيه مكعبات كمان بيبقى متشرب الكريم كراميل اكتر وبيبقى طعمه اطيب بكتير ودايب. لكن انا علشان التصوير احيانا بضطر ان انا اعمله كده علشان التصوير، عشان في الاخر لما اقطع القطعة تبقى متماسكة شوية. لكن لو هتعمليه في البيت ومش هتقدميه لضيوف، الافضل ان انت تقطعي التوست مكعبات، هيبقى طعمه اطيب بكتير. انا حطيتها في التلاجة بس نص ساعة، وبعد كده هنطلعها وهنبدأ نقطعها. شايفين عندي هنا لما بتبقى قطعة كاملة بتلاقي فيه قطع من التوست متشربة الكراميل كويس وقطع تانية لا، بس هي في كلتا الحالتين طعمها حلو جدا برضو، يعني هي طعمها تحفة جدا برضو، وبتبقى اطيب واطيب كمان لما بتبقى متغلفة اكتر بالكراميل او متقطعة قطع صغيرة اكتر. اتمنى تجربوا الوصفه ديت بجد، وما تنسوش ترجعوا تقولوا لي رايكم في التعليقات.
مع ألف سلامة.